بوغ اليوم ان شاء الله غنبداو في الامتحان ديال 2015 بالنسبه للايكونومي، ولكن في نفس الوقت خصنا نعرفوا بانه تقريبا نفس لي دوني اللي كاينين عند العلوم التجريبيه. وبالنسبه للشعبتين معا، مره غنخدموا تمارين ديال الايكونومي، مره غنخدموا على تمارين ديال العلوم التجريبيه. دونك بالنسبه الامتحان الوطني دونك ديال 2015 كانوا تحطوا على 4.5 نقط. هاد السنه غيكون التمرين ديال المتتاليات على 5 نقاط، وهي 5 نقاط اللي نسبيا راه بسيطه اللي خصنا نضمنوها بشكل عام. الو غادي نحاولوا نبداو. فالمتتاليه الاولى اللي تعطاتنا كانت كوم سوي، يعني بالنسبه للمعطى الاول اللي تعطانا دونك جاوب ما يعطيونا المتتالية التالية اللي هي UN plus 1 كتساوي، إلا جينا نشوفو هنا دونك UN plus 1 تتساوي 1 على 5 UN زائد 1، دونك كتساوي 1 على 5 UN زائد 1. وفي نفس الوقت عطاونا القيمة ديال U0 اللي هي exactement 1. الو حنا في كل مره غنحاولوا نمشيو ايطاب باريطاب، وغنحاولوا ناخذوا سؤال بسؤال حتى نكملوا مختلف المعطيات. الو لا بروميير كيسيون كانت كما يلي، دونك ما كانتش نسبيا صعيبه، دونك كان هو اننا نحسبوا يو 1 اي يو 2، وهذه كانت الى لاحظتوا على نص نقطه. دونك هنايا السؤال الاول هو اننا نحسبوا اش يو 1 واننا نحسبوا يو 2 سي بون. دونك هادو بالنسبه لهاد المعطيات. بون الوغ الى جينا ناخذ هاد العمليه هي الاولى، دونك هذا هو اول سؤال اللي كان على نص نقطه تقريبا. دونك اول عمليه غادي نبداو بها بشكل اساسي تكون كما يلي. الوغ هنا غنبداو بالسؤال الاول، كيفاش غنحسبوا اي واحد؟ الوغ بكل بساطه باش نحسبوا اي واحد دونك ما عندناش شي مشكل كبير هنا، يعني كل ما علينا الا انني نعوض. اذا هنا عندي ان زائد 1 هذا كيتسمى لانديس سي بون. دونك هنا السؤال الاول كالكولي اي 1 اي اي 2، دونك عندي هنا ان زائد 1 هذا كيتسمى لانديس. الوغ الا كانت ان زائد 1 كتساوي 1، هنا اش عندي ان؟ كما نعرفوا ان الا زدنا عليها 1 بتعطيني ان زائد 1. اذا شدينا ان وزدنا عليها 1 بتعطيني ان زائد 1. اذا الا كانت هنا 1 هنا اش سبق 1؟ هنا غنلقاو 0، والا كانت هنا 2 هنا غتكون 1. باش نمشيو بطريقه مباشره، هنا الا قال لي احسب اي واحد فهما كيقصدوا ليا بانني غنجي نلقى هنا مثلا اي واحد كتساوي اش 1 على 5 سي بون، غتساوي 1 على 5 اش اي 0 سي بون. يعني انا عندي هاد العلاقه تنطبقها غير هنا، العلاقه بصفه عامه ما بين ان و ان زائد 1، وهنا خدا ان القيمه 0 و ان زائد 1 الا درنا 0 زائد 1 بتولي هي اي 1، وهنا اش غيكون عندي زائد 1. الزر عطاوني في المعطيات بانها كتساوي شحال 1، اذا مباشره غنستنتج بان العمليه اللي غنخدموا عليها هنا غتكون هي 1 على 5 مضروبه فاش في 1. حنا غنبداو من الصفر باش هكا كلشي يمشي معنا ايطاب بار ايطاب، وفي اخر المطاف غتولي هي 1 على 5 زائد 1. من بين اول المعطيات اللي ضروري هنايا هو درس توحيد المقامات، يعني الا ما كاينش نعرف توحيد المقامات يعني بان هاد التمرين غيتهضر كثر هنا مع الناس اللي مثلا في الباك ليبر سي بون، واللي هما بداو تيوجدوا كيفهموا الدرس، ولكن ديما اللي كيكونوا نكونوا خاطئين. دونك هنا اشنو هي العمليه غنديروا؟ دونك هنا هاد واحد غنعتبره بحال المقام ديالها هو واحد، يعني بحال عندك انا مقسم على واحد. دونك اش غتجي دير؟ غتولي هنا بحال عندنا واحد على واحد، دونك جدا اش المقامين يعني 5 في 1 غتعطينا 5 جداء الطرفين زائد جداء الوسطين، يعني 1 في 1 غتعطيني شحال 1 زائد 5 في 1 اللي هي 5. كنعاود نذكر كيفاش كنخدموا المجموع في بحال هاد الحالات. الو في بحال هاد الحالات المجموع كندير جداء اش المقامين، يعني 5 في 1 غتعطيني 5 جداء الطرفين زائد جداء الوسطين. المساله اللي غتعطيني هنا شحال 6 مقسمه على 5، وهذا هو هذه هي القيمه الاولى اللي حنا غنبداو بها واللي غتعطينا بالضبط اش القيمه ديال اي واحد. ندوزو من بعد للقيمه الثانيه اللي هي اي 2. الوغ بالنسبه للقيمه
الثانية اللي هي اي 2 بنفس المبدأ. الوغ اش غنلقاو هنا؟ غنلقاو بأن اي 2 غتساوي شحال؟ 1/5 مضروبة فاش؟ في اي 1 زائد اش؟ 1. وهذا كيعني ليا هي اش؟ 1/5 مضروبة اي 1 يلاه حسبناها لقيناها شحال؟ 6/5. دونك غتولي 1/5 مضروبة فاش؟ في 6/5 زائد 1. دونك ليا 1/6 هي شحال؟ 6. و5/5 ليا 25 زائد 1. القيمة النهائية اللي غتكون هنا، لاحظوا بأن الدرس راه كافي لا سوى العربية سوى الفرنسية، يعني التلامذة اللي عندهم باقي باك بالعربية بالنسبة للشعب الأخرى، أما ليكونومي راه كلشي كيخدم حاليا بالفرنسي. الوغ اللي عنده العربية راه غادي نقراو السؤال بالعربية عاد غادي نترجموه للفرنسية، أما في الماط راه كيعرفنا عنده اللغة الخاصة ديالو من قرأت درس المنطق في السنة الأولى بكالوريا. هنا من جديد توحيد المقامات، يعني أنا بحال عندي 1/1، دونك من جديد أش غادي نلقاو؟ 25 × 1 هي 25، 6 × 1 6، زائد 25 × 1 25، الشيء اللي غيعطينا 31 مقسومة على 25، وهكا حنا حسبنا القيمة الثانية اللي هي اش؟ اي 2. إذا بهذا الشكل غادي نكونوا جاوبنا على السؤال الأول وربحنا أول نصف نقطة في هذا التمرين. ألوغ دابا غندوزو للسؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثاني، السؤال اللي اتحط كان كما يلي: بين بالترجع أن لكل n من المجموعة n، وخا تيبان هنا كارو يعني تيقصد بالمجموعة n، أن يو ان صغر من 5/4. هنا فقط مشكل في لي سامبول ما كيطلعوش في بعض المرات، مي جينيرالمون هادي ان. إذا أن يو ان أصغر قطعا من 5/4. نكتبوا السؤال بالفرنسية ومن بعد نكملوا. ألوغ السؤال بالفرنسية شنو يقصدوا به؟ montrer que par récurrence. Voilà, que donc par récurrence, هذه هي الأولى، donc on a بالترجع que quel que soit n appartient لاش l'ensemble n، هذا كيعني ليا بأن un أصغر قطعا من لاش من 5/4. مزيان. الوغ دابا هنايا لا ريكيرونس، ردوا معايا البال. لا ريكيرونس حاجه اللي لا بد منها، ما كاينش شي امتحان غتلقى ما فيهاش لا ريكيرونس. هنا كنلاحظوا على نص نقطه. وحاجه اخرى، يعني هاد النتيجه اللي غنحصلوا عليها سواء توصلت لها ولا ما توصلتش، راه بامكانك تستعملها في باقي الاسئله. الوغ نرجعوا هنا دابا ليكزومبل اللي طلبوا مني. الوغ قالوا لي با ريكيرونس، اشنا هما لي زيتاب ديال لا ريكيرونس؟ غنجي ناخذ هاد ليسباس باش نقولوا لي زيتاب لا ريكيرونس. الوغ في لا ريكيرونس كيكون عندي ثلاثة لي زيتاب: ليطاب الأولى، ليطاب الثانية، وبطبيعة الحال ليطاب الثالثة اللي حنا غادي نهضرو عليها. الوغ ليطاب الأولى كنشوفو بوغ لو بلو بوتي إيليمون ديال ديك لونسومبل. في الغالب هاد ليليمون إما كيكون زيرو إما واحد. زيرو في الحالة ديال إن، وواحد في الحالة إن نجمة، ولكن مكينيش فقط كاين زيرو واحد، ممكن يكون جوج. إلا قاليك كمثلا تناخذوا المجموعه اللي فيها الاعداد الاكبر من او يساوي 2، غيكون في هذه الحاله لو بلو بيتي ايليمون هو جوج او لا ثلاثه او لا اربعه ولا على حسب كل تمرين. هنا تنزيلوا اش؟ افتراض، يعني نفترض ان العلاقه صحيحه من اجل ان، ونبين انها صحيحه من اجل ان زائد واحد، اللي هي بالفرنسيه كنديروا لا سوبوزيسيون. ومن بعد كي تكون في لا فيريفيكاسيون، اذا تنزيلوا واحد لا سوبوزيسيون، تنزيلوا واحد الافتراض، وكنتحقوا واش داك الافتراض اللي قلنا صحيح. شنو هذا الافتراض؟ كتفترض بان ديك العلاقه اللي طلبوا منك بانها راه صحيح من اجل ان سيغتان ان، ماشي من كاع لي ان. داكشي علاش ما عمرك ما تكتب كيلكو سوا في ليطاب الثانيه. دونك تفترض بان الا كانت هذه العلاقه صحيحه من اجل واحد ان خديناه، وحنا شفنا ان اللي تابعوا ليه هو ان زائد واحد، بقات العلاقه صحيحه. اش كيعني هذا؟ بان صحيحه بالنسبه لكاع لي ان. الوغ هذا هو لو برينسيپ دو ريكيرونس. اذا كيفاش غنجاوبوا؟ دونك النجمه الاولى pour n égal à 0. Alors, on a fait U0. U0 égal à 1 sur 5. تفقين؟ هذه الاتاب الأولى. هي كنمشيو بها بشوي بشوي. Donc, U0 égal à 1 sur 5. Et, شنو هو اللي بغينا نتحققوا؟ واش 1 sur 5 واش صغر من 5/4؟ إلا جينا نلاحظوا، إي غادي نلاحظوا هنا بأن 1 sur 5 est inférieur لاش 5 sur 4. Donc directement U0 est inférieur à quoi? À 5 sur 4. Alors, هنا غادي نستنتجو لا بروبريتي
فوالا لا بروبريتي ومنها العلاقة صحيحة من أجل أصغر عنصر. هادشي اللي غنكتبو العربية لا بروبريتي إي فغي سي بون. ألوغ لا بروبريتي إي إي فغي بوغ لو بلو إي فغي بوغ سي بون. لا بروبريتي إي فغي بوغ le plus petit élément de quoi de n. مفهوم الشباب لحد الان هاد ليطاب الاولى سي بون. Oui, c'est bon. Très bien. Alors on passe maintenant vers la deuxième étape. هي اش on suppose يعني بالعربيه نفترض on suppose que هنا راه لاحظوا معايا ماشي ما تكتبوش كلكو سوا. كنشوف با مال دو فوا الدراري كيجي حتى لهاد لي طاب وكيعاود يكتب كلكو سوا. راه الا كتبتي كلكو سوا ستاجير ما كاتبين والو. حنا هيك كنفترضوا هاد العلاقه بوغ ان سارتان ان واحد ان ما عرفناش ولكن تنقولوا بان هاد العلاقه من اجل ان. اذا كانت هاد يو ان صغر من 5 على 4 عاد اي مونطرون اش كو اش يو ان او لا امبليك كو يو ان بلس 1 تا هي صغر من 5 على 4. اذا الا خدينا واحد ان وقلنا بانه صغر من 5 على 4 واش هذا كيستلزم بان يو ان بلس 1 حتى هي غتكون صغر من 5 على 4. مزيان هنا ردوا معايا البال. فاذا جينا شفوا الاطار المرجعي بصفه عامه لا ديال العلوم التجريبيه لا ديال العلوم الاقتصاديه تيقول لك بانه غادي نستعملوا متتاليات هندسيه وحسابيه في دراسه امثله حيت ضروري يقراوا الاطار المرجعي ويخدموا عليه. راه نسبه كبيره من النجاح ديالك مرتبطه بزرايتك بالاطار المرجعي. دابا هما حسموا لك في انواع المتتاليات اما غيحط لك متتاليه من نوع ا يو ان بلس بي او لا متتاليه دونك يو ان بلس 1 ايغال ا يو ان بلس بي او بيان غيحط لك متتاليه من نوع ديال يو ان بلس 1 كيتيغال ا يو ان بلس بي لا سي يو ان بلس دي. اما غيحط لك هاد النوع ولا هاد النوع. نفس المساله كتعاود بالنسبه ليكونومي. الا جينا نشوفوا ليكونومي ها هما هنايا رجعنا للاطار المرجعي ديالهم غادي نلقاو نفس الملاحظه يعني غتبقى توجور صحيحه. دونك هنا بالنسبه للعمل الثاني قال لك لي سويت نيميريك فوالا. دونك في ليكون فوالا تا هما تيقول لك يوتيليزي لي سويت جيومتريك لي سويت اريتميتيك بور ايتيدي دي زيكزامبل دو سويت سو لا فورم يو ان بلس 1 ايغال ا يو ان بلس بي ولا يو ان بلس 1 ايغال ا يو ان بلس بي سور يو ان بلس دي. بمعنى بسيط سي بون. دونك الا جينا نفهموا واحد المساله بسيطه اش كيعني هذا انه في البروغرام طلباك في البروغرام طلباك عندك جوج الحوايج. شنو هما جوج الحوايج؟ يا اما غيتحط لك هذه المتتاليه بهذا الشكل وانت غتخدم عليها يا اما غتحط هذه المتتاليه بهذا الشكل وغتستعمل فيهم لي سويت اريتميتيك ولا جيومتريك اللي غتشوفوهم من بعد في هذا الاكزرسيس. دونك الا جيت لهذا التمرين هنايا دونك انا لحد الان ملي كيكون عندي متتاليه من هذا النوع هذه المتتاليه اللي عندي انا في التمرين اش من نوع عطاونا في الامتحان ديال 2015 دونك هذا سي ليكزامان ديال باش نتذكروا سي 2015 لا سيسيون نورمال ديال ايكو. وراه كي قلنا مره غنخدموا على ليكو مره غنخدموا على التجريبيه. الدراري معايا في الكلاس كنعرفوا بان مره كنخدموا لي دو سو ميم حتى لي فونكسيون كنخدموا العلوم التجريبيه هذا العام يعني اللي زايد عندهم افغي ديغ راه غيكون هو الدرس ديال كومون بو ديغ غيكون الدرس ديال لي نومبر كومبلكس يعني بشكل مباشر. بطبيعه الحال كاينه بعض الصعوبه في بعض التمارين غادي نحاولوا ندرسوهم. اللهم الدراري الايكونومي خدموا على صعوبه اكبر ستصغى بوكو ميو ولكن بداو ديما في البدايه نبداو بتمارين اللي هي بساط. جو رابيل راه يكفي نخدموا على هذا التمرين اللي غنشوفوا اليوم تكون بواحد النسبه كبيره مني على الفهم ديالك للدرس. الهدف ديالي جو رابيل توجور ماشي مجرد اننا نخرجوا التمرين مي بلوس كو سا اننا نفهموا اش كندير حيت الا فهمت اش ندير صافي تتولي الطريق مرسوم. شوفوا معايا دابا هنا هاد لا سويت اش من شكل عندها واحد على خمسة مضروبة في ان زائد واحد في نظركم اش مشكل في هادو اللي شفنا في الاطار المرجعي؟ وي الشباب اشنو هو الشكل ديال هادي؟ نقولو جيومتريك. لا اون برانسيب ما ماشي هنا ماشي جيومتريك مي هنا صافي اريتميتيك. لا وماشي اريتميتيك فوالا. رجعوا معايا للاطار المرجعي اش قلت لكم دابا في الاطار المرجعي اش قالوا لنا؟ قال لك بان اما غنخدموا على ان سويت سو لا فورم يو ان بلس 1 كيتيغال ا يو ان بلس بي ولا
un plus 1 est égal à a un plus b là c'est un plus c'est سؤال بصيغه اخرى واش هذا الشكل الاول فوالا هذا الشكل très bien شي بغيت نعطيكم فوالا دونك هذا هو الشكل وهذه ما هي اريثميتيك ما هي جيومتريك ما هي جيومتريك فوالا لانك انت كيعطيك سويت لي ما هي لا اريثميتيك لا جيومتريك عاد من بعد كيعطيك واحد لا سويت سميتها في ان في الغالب هي اللي كتكون جيومتريك ولا اريثميتيك ما هذه حيت باش تكون اريثميتيك ما خصش تكون اش هاد واحد على خمسة عاد تبيك إذا كانت n plus 1 غنقولو أريثميتيك وباش تكون جيومتريك ما خصش تكون هاد واحد ما خصهاش تكون يعني تبقى واحد على خمسة يو ان عادي يمكن نقول لها جيومتريك ألوغ في هاد الحالة هادي ما هي لا جيومتريك ما هي لا أريثميتيك فوالا ما حتى وحدة فيهم لأن من بعد غادي ندرسو فوالا ألوغ شوفوا معايا دابا أنا عندي يو ان بلس 1 اللي كتساوي اش واحد على خمسة نضربها فاش يو ان زائد واحد دونك اش غندير ماشي يكون عندك هاد النوع ديال ا يو ان بلس بي هنا كتمشي بلي غايكل ديالاش ديال اللورد قواعد الترتيب ديريكت بغاو هاد العلاقه غنغمض عينيا غادي نمشي ايطاب بريطاب غنقول لي حسب الافتراض اللي هي اش دابري اش لا سوبوزيسيون دونك حسب الافتراض دابري لا سوبوزيسيون اش غيكون عندي هنايا اش افترضنا ان يو ان صغر من اش من 5 على 4 4 شوفوا معايا دابا هذا هو الافتراض لاش بغيت نوصل بغيت نوصل بان يو ان زائد 1 باش نقول بان افتراضي صحيح خصني نلقى في الاخر بان يو ان زائد 1 هي 5 على 4 الوغ شنو خصني ندير لي يو ان باش تولي عندي يو ان زائد 1 لاحظوا معايا اول حاجه غنزيدو 1 على 5 هذا يو ان نزيدها في الجهه الاخرى واش غنزيدو ولا نديرو الضرب غدير الضرب واش سير الضرب ماشي غنزيدو دونك في الاول غنبداو بالضرب اذا يو ان بتضرب فاش في 1 على 5 على 5 عاد من بعد اش غنديرو غنزيدو واحد شي تكون عندك هاد لا فورم ديال ا يو ان بلس بي بسير بلون كادرومون غتخرج 100% ملي يكون عندك لوتر فورم اللي هي ا يو ان بلس بي لا سي يو ان بلس دي كتحسب الفرق بين داك العدد اللي عطاوك و لا فورم ديال يو ان بلس 1 الوغ نمشيو دابا بالترتيب دونك قلنا اول حاجه خصني نضرب في واحد على 5 ضربنا في عدد موجب الترتيب ما كيتبدلش دونك غتولي عندي واحد على 5 في يو ان وهنا عندي واحد على 5 نضربها فاش في 5 على 4 من بعد غادي نختزل باش 5 دونك اش غيولي عندي 1 على 5 في UN UN هنا 1 على 4 ممتاز طبعا اش باقي لي دابا غادي نحاول انني نزيد اش باقي لي 1 فوالا حيت الا زدت 1 غيولي عندي انا راه واش هي جات اختاريت هذا واحد على 5 يو ان ني جبتها راه من الشكل اللي عطاوني ديال المتتاليه اذا هنا غادي نجيب واحد على 5 مضروبه فاش في يو ان يو ان زائد 1 وهنا واحد على 4 واحد على 4 زائد 1 وبتوحد هنا غندير المقام غنكتبوه هو اش 5 على 4 فوالا اللي هي 5 على 4 علاش جدا المقامين بتعطيني شحال 4 جدا زائد 4 زائد جدا الطرفين فوالا اللي هو واحد في واحد غيعطيني واحد زائد أربعة وهذه هي شنو هي هذه هذه هي ان زائد واحد زائد واحد وباش نربحوا الوقت هذه راه باينه دونك غادي نحاولوا ناخذ لا بيت كوم هنايا ونكتبوا ديريكت هنايا ديريكتومون راه هذه هي واحد هي 5 على 4 تلقاو سد ستيلو تلقاو سد ستيلو بلا نطخي لا ما نخليكش توصل صافا ما نخليكش لا نوتاسيون عرفتك بديتي كي شفت كبيره فوالا سي بيان شباب مفهوم دابا لوكا ما عندناش مشكل في هذا لوكا دونك اش قلنا لا القيمه الاولى هي اش هي القيمه الاولى سي بلو بوتي ايليمون لا سوبوزيسيون درنا لا فيريفيكاسيون اذا اش بقى لي لا كونكليزيون دونك لا كونكليزيون بكل بساطه كنجي كنقول ليه دونك في الاخر D'après la récurrence. Voilà. Donc, حسب مبدا الترجع بالعربيه. D'après le principe de quoi? De récurrence. De récurrence. وكنكتب ليه داك دابا عاد بلا عندي الحق لاول مره في التمرين انني نكتب اش كل كو سوا ان ابارتيان اش ا ان راه يو ان اش صغر من 5 على 4 اشنو هو المعنى ديال ان يو ان صغر من 5 على 4 شكون يقول لي هذا المعنى بصيغه اخرى الا تحط كيفاش يمكن لي تحط هذا السؤال بصيغه اخرى مثلا يمكن هذا السؤال يقولوا لك مونتري كو لا سويت اي
ماشي انجليزي الكروسون ماشي دي كروسون سميتو سميتو باش كتكون سيت كروسون ماجور يقدر ماجور هي اللي بغيت ماجور فوالا متفقين دونك هنا يمكن ان السؤال بصيغه اخرى هو انه بحال طلبوا منك بين بان اش لا سويت بانها راها اش ماجور بار 5 سور 4 يمكن يجيو يزربوا ديريكت في معطى اخر ويقول لك مثلا بين بانه لا سويت بانها راه اش يعني هنا كي قلنا بين لك انها ماجوري او لا يقول لك من الاول مونتري كو لا سويت اي اش اي كونفيرجونت باش تبين كونفيرجونت خاص تبين جوج الحوايج تبين بانها ماجور اي كرواسونت او تبين بانها مينوري اي صافي مفهوم شباب كاينش مشكل هنا وي الوغ دابا غادي ندوزو لوتر بارتي سي بون دونك هنا غنحاول نقاد جوست لا فون دونك هنا بالنسبه للعمليه الاولى اون كومبليت لو ريست الوغ بالنسبه لوتر اوبيراسيون اللي جاو طلبوا منا كانت لا سويفونت الوغ السؤال اللي جا من بعد كان هو التالي هو اننا نبينو بان يو ان بلس ان موا يو ان كتساوي هاد التعبير انتوما كي اون فوا شفتي يو ان بلس ان موا يو ان في مشى دماغك لاش فكرت اش يبان لك ملي تشوف يو ان بلس ان موا يو ان علاش يسولوني هنايا كيقولوا لي يو ان بلس ان موا يو ان اش يقصدوا ليا واش كونفيرجونت ولا لا ماشي بالضروره كونفيرجونت مي تيقولوا لي يو ان بلس ان موا يو ان اش يسولوني هنا نظركم واش بغيت نفهم هنا الا خرجت لينا نيجاتيف ولا بوزيتيف اكزاكتومون الا خرجت بوزيتيف اش غتكون اون سويت كروسونت كروسونت الا خرجت لينا نيجاتيف كروسونت تري بيان الا خرجت بوزيتيف راها كروسونت الا خرجت نيجاتيف راها دي كروسونت عقلو مزيان على هاد القضيه السؤال الثاني هو اش دونك لا مونوتوني تري بيان امي يعني هنايا في الاول اش هضروا ليا هضروا لي في الاول هضروا ليا على واش ماجوري ولا مينوري في هاد لوكا كانت ماجوري وفي الحاله الثانيه غتكون اش واش لا مونوتوني اللي هي الرتابه بالعربيه واش كروسونت ولا دي كروسونت في نظركم بويسكي لي ماجوري كيفاش خصها تخرج هنايا ماجوري بار 5 بلس 5 سور 4 كيفاش خصها تخرج هنايا واش تخرج كرواسونت ولا تخرج ديك كرواسونت كرواسونت لان مع ماجوري كتجي كرواسونت ومع مينوري اش تجي دي كرواسونت سؤال بصيغه اخرى هو بين ان يو ان بلس 1 ناقص يو ان موجبه واستنتج ممكن تحط بحال هكا او لا ان السؤال بصيغه واحده اخرى هو اش مونتري كو يو ان اي كرواسونت هذا سؤال بصيغه اخرى او لا تجي شتي واش جاو قالوا هنايا في باء يعني فين ما شفتي الف مع باء عرف راه هذا كل سؤال اش سؤال واحد غير قسموه يعني باش يبسطوا عليك الطريقه ديال الخدم الوغ الا جينا دابا غادي ندوزو لا كيسيون سويفونت وغنكمل بلا ميم فاصون الوغ اول حاجه غنمشيو ديريكتومون هنايا ناخذو كومون بو دير دونك نفس القيمه فوالا ونمشيو ايتاب بار ايتاب دونك هنايا السؤال اللي جاي من بعد مونتري كو هنا اش يو ان بلس 1 موان يو ان اش كتساوي كتساوي بالضبط ناقص 4 على 5 عامل 4 على 5 ناقص 4 على 5 يو ان ناقص 5 فوالا دونك ناقص 4 على 5 عامل لاش يو ان ناقص اش 5 على 5 على 4 على 4 ممتاز دونك الى جيت لهنايا غادي نبداو في العمليه ديالنا اذا دابا انا كيلكو سوا اش غنقول لك كيلكو سوا ان كينتمي ل ان غادي نحطو بعدا في الاول اش يو ان بلس 1 وغادي نقسم منها اش يو ان حنا عندنا بان يو ان بلس 1 هي اش
باش غنعوضوا هاد بي ان سور 5 واحد على 5 بي ان زائد 1 زائد 1 وغنقصوا منها اش واحد ان ناقص يو ان وهذا كيعني ليا شوفوا معايا بحال لا سور 5 ان يو ان بلس 1 تري بيان اذا انا غادي نجيب يو ان نعزلهم بوحدهم وهنا ونعمل في نفس الوقت باش كاع دوك اللي مضروب يو ان ها هي كانت هنا وهنايا واش ضربنا يو ان في المره الاولى شنو مضروب فيها واحد على وثاني مره فاش تضربات موانزا موانزا ردوا البال هنا ماشي واحد بل ناقص واحد ممتاز حيت ولفوا تقولوا هكا بالاشاره من الاول وهنا بلس 1 هاد واحد على 5 ناقص واحد دونك شحال مره درنا هاد العمليه ديال توحيد المقامات يقدر نجاوب بالزربه هنا باسكو درناها 3 4 المرات يعني بحال هنا واحد اش غادي نردوها نورمالمون 5 على 5 يا ربع ناقص 4 على 5 فوالا غتولي هي ناقص 4 على 5 اولا ندير واحد على واحد وجدا الطرفين ناقص جدا الوسطين اذا هنا الى وحدنا المقامات في الاخر غتخرج لنا شحال ناقص 4 على 5 سي بون مضروبه فاش في يو ان زائد 1 هنا غادي ندير واحد الحاجه بسيطه نسولكم انا قبل ما نبدا شوف الى عطيتك مثلا جوج يو ان زائد 3 وقلت لك عمل بجوج اش غدير غتاخذ جوج ياك عمل يو ان وهذيك 3 اش غدير لها زائد 3 على جوج على جوج يعني شديتي 3 وقسمتي على هذا العامل الى نشطنا راه غترجع لي نفس القيمه هنا راه نفس الهضره غتعاود فرق بسيط اللي كاين اشنو هذا الفرق هو ان 5 على 4 ما تكون 4 على 5 بلوتو 5 على 4 فوالا دونك غادي نعملو باش ناقص اش 4 على 5 سي بون دونك غادي نلقاو ناقص اش 4 على 5 عامل لاش اليو ان قبيلاش درنا شدينا داك العدد اللي بقى قسمناه على جوج ولكن درنا على 5 على 4 فوالا الوغ واحد مقسوم على ايش على ناقص 4 على على 5 غيلمو هاد ناقص 4 على 5 غنخليها بحال هاك هادي ما فيها المشكل وهادي اش بيوقع هاد العدد كيدير واحد ناقص تشونج هاد العدد كله واحد على ناقص على زائد نيجاتيف دونك ناقص الا تضربات في زائد اش بتعطيني ناقص سي بون دونك غنجي هنا وغادي نلقاو بان القيمه المواليه غتولي هي ناقص وهاد 5 جات في المقام غطلع علاش للفوق سي بون غطلع للفوق وهنا غتولي هي شحال هي 5 على ايش على 4 وهادشي اللي بغاو صافي اذا هنا هاني وصلت النتيجه اللي كنبحثوا عليها ان يو ان بلس 1 موا يو ان بانه كيف ما خدينا ان كتنتمي لاش المجموعه اش ان غتعطيني يو ان بلس 1 موا يو ان صغر من اش من ناقص 4 على 5 عامل يو ان ناقص 5 على 4 مفهوم شباب سي بون مزيان تري بيان اش باقي ليا دابا ب دونك بي جاو ما يقولوا ليا نجي نقراو لا كيسيون في نفس الوقت قال لي استنتج ان المتتاليه كي دايره تزايديه وانها متقاربه استنتج ان يو ان متتاليه تزايديه وانها متقاربه فوالا الوغ كيفاش غنبينوا هذه العلاقه غنزل لهنا ديريكتومون دونك هي نكتبوها بعدا بالفرنسيه باش كنمشيو حتى اللي ما عندوش العربيه يكون غادي معنا اون باراليل دونك ديدوير سي بون حيت كاين اللي ساكن في فرنسا لا كاين اللي لا دابا الا بديتي كاين اللي بدا من طرون كومان بالفرنسي يعني فريمون تزايديه ولا هذا ما كيعرفكش اش تقول سي فغي دونك وهاك ولا كنكون صادق خاص اللي تيقرا بالعربيه يتحول لاش للفرنسيه لان العام صافي هذا العام الاخر في العربيه يعني موراها راه امين عارف راسو لا امين ماشي مشكل امين راه قاري ديجا بال امين كيضحك عارف راسو فوالا الو بنا دي دوير كو يو ان كي دايره اي اش كرواسونس مازال ما غادي ديروا هاد الاختزال لا مازال باقي الاختزال هذاك ماشي انا اللي كنخدمو انت اللي تكلف به الاختزال على حسب كسامي ما بقيتش المهم انا المتخصص في الاختزال ونجاوب عليه انا ما يمكنش كاين امين اللي تيتكلف بالاختزال فوالا الوغ هنا اش غيكون عندي دي دوير كو يو ان اي كرواسونت اي كونفيرجونس دابا هذا السؤال بحال كيلخص لي هادشي اللي درنا اش بينا حنا في هذا التمرين من الاول
بينا بان يو ان كي دايره صغر من 5 على 4 ياك دونك نبدا بها اون كو كلكوس ياك هادشي اللي بينا في الاول حيت انا عرفت اش خص يكون هنايا خصها تكون كرواسونس اذا هاد العدد كيفاش خصو يكون موجب بوزيتيف تري بيان باش يكون بوزيتيف هاد العدد سالب اذا هاد العدد كيفاش خصو يكون حتى هو سالب حيت نيجاتيف نيجاتيف هي اللي بتعطيني بوزيتيف يعني السؤال اللي عندي انا بصيغه اخرى هو نبين بان يو ان صغر من 5 على 4 وهاد الهضره ماشي جديده عندي اصلا بان يو ان صغر من 5 على 4 في السؤال اللي خدمنا قبيله لا تذكرتو معايا فوالا هو اللي بينا بالترجع باغ ريكيرونس اش بينا باغ ريكيرونس بان يو ان اي انفيريور اش ا 5 سور 4 تري بيان دونك انا فاش غنجي لهاد السؤال مباشره غنقول ليه اون que quel que soit n appartient à l'ensemble n bn un on va من هذه inférieur à 5 sur 4 donc اش كيعني هذا ان un moins 5 sur 4 كي غتكون نيجاتيف حيت هي اللي بغينا هنا هذا الفرق وكيعني انه الا ضربنا في عدد سالب اش كيوقع سالب في سالب كنضربوا في عدد سالب كيولي كبر من الصفر لان لاحظتوا لي سويت مرتبطين بواحد النسبه كبيره بالدرس ديال الترتيب العمليات اللي قريتو في طرون كوما باش تعرفوا بانه ما كاينش شي درس وازا والباك جو رابيل توجور راه بسيط الا كانوا عندي السنوات القديمه وماشي صعيب غير هو غيخصنا مجهود اكبر الا كان عندي خلل في السنوات السابقه اذا اشنو هو هذا التعبير هذا هو اللي بين في السؤال اللي فات قبيله اش بينا بان يو ان زائد واحد ناقص يو ان كتساوي اش هذا التعبير دونك وصلنا بان يو ان زائد واحد ناقص يو ان كبر من الصفر كيعني بان يو ان زائد واحد اش كبر من اش من يو ان دونك يو ان كي دايره اي كرواسونس تفقي اللي هي المعنى ديالها انها اش تزايدي اخر ملاحظه قال لك مونتري بانها كرواسونت اي كونفيرجونت هنا غنجي نكتب ليه جمله صغيره يو ان اي كرواسونت اي اش اخر اي ماجوري تزايديه واشنا هي ماجوري مكبوره داكشي قلت لكم ديما عقلي تيقول راه ما قالكش كلمه ماجوري ولكن خصك هنا تكتب ليه ضروري هاد كلمه اش ماجوري اي ماجوري باغ اش باغ 5 سور 4 دونك الي اش كيفاش غتكون الي كونفيرجونس مفهوم شباب مزيان تري بيان ندوزو دابا لا بارتي الثانيه اللي غتبقى في التمرين دونك احنا كملنا لا بارتي الاولى نكون جمعنا هنايا شحال هاد 4.5 دونك النص ديالها جمعنا 1.5 و 0.75 هي 2.25 غندوزو لهاد الاسئله بقات لنا واحد 4 دقائق قبل ما نديرو لا بوز ونعاودو ناخذو لا دوزيام بارتي هنا اش بيقولوا لي في ان كتساوي اش يو ان qui est égal à vn moins un moins 5 sur 4. سؤال الأول هو يحسب في 0 والسؤال الثاني هو بين أن المتتالية هندسية. نجيو نديرو السؤال بشكل آخر باش يكون عندنا واضح السؤال هنايا. دونك لا كيسيون اللي جاو طلبوا لنا هنا. دونك إلا جينا نشوفوها هنا. دونك مونتري كو vn كي دايره اي دونك بعدا نشوفوا شنو هي vn افون تو. نكتبو بعدا vn الوغ شنو هي vn واش تساوي vn في التمرين اللي عطاونا vn كتساوي سو كي سوي vn هي un moins 5 sur 4 متفقين un تتساوي vn كتساوي un moins 5 sur 4 اشنو هما الاسئله اللي عطاونا montrer que calculer V0 ou montrer que Vn est géométrique. Et ni bla arabia li hiya bayin en Vn mutataliya hindasiya. Hna bach nmchiou étape par étape, soual loul li hwa V0, ma fih hatta chi mouchkil. Yani bkoul basata, hna andi n, hna ash ghandir? 0. Donc ash ghatouli? U0 naqis h 5 ala 4 شحال هي اي 0 هي 1 كاينه في المعطيات في الاول ناقص 5 على 4 اذا القيمه اللي غنلقاو اش غتكون لي هنا بحال عندي اش
4 على 4 ناقص 5 على 4 دونك شحال بقى تعطيني؟ ناقص 1 على 4 ناقص 1 على 4. هاد السؤال هذا الثاني اللي عطوني هنا راه بصيغه اخرى شنو ثاني مونتري كو في ان جيومتريك هو بحال اللي قال لك بين بان في ان بلس 1 كتساوي اش كيف في ان. السؤال بصيغه اخرى حيت ممكن في شي تمرين ما يجيش وقعت جو بونس ماتينا وطني هذاك واش غير في 2019 ولا في 2020 ما جاوش قالوا لهم مونتري كي لي جيومتريك ولكن قال لي بين ان مونتري كو في ان بلس 1 ايغال ا كيف فوا في ان عطى العدد. إذن هنا قالوا لي بين أن متتاليين هندسية أساسها أش واحد على خمسة. إذن هنا السؤال راه ولا راه واضح يعني أش بين أن في إن بلس أن كتساوي كيف في إن أش اللي خصني ندير؟ بغي خصنا مشكل ديالنا دابا غير مع بقى دقيقة في بيسكو زوم تعطينا ديك لا فيرسون غراتوي تعطينا ديك 40 دقيقة غنكملو مورا لابوز ولكن نشرحو أش اللي غنديرو وحاولوا تخرجوا أونتخ هاد لي دو باغسي. إذن هنا غادي تحسب في إن بلس أن شنو هي في ان هي يو ان موان 5 سور 4 اذا شفتوا معايا فاش بنحسب في 0 ان ولا 0 دونك حتى هنا ان ولا 0 عوض دونك حتى هنا اش غادي ندير ان غنعوضها باش بان بلس فوالا و يو ان ثاني باش غتعوض بان بلس 1 وشنو هي يو ان بلس 1 هي 1 سور 5 اش يو ان بلس 1 متفقين. والسؤال اللي بيبقى لي هما راه قالوا لي الاساس اذا انا غير خصني نعمل بواحد على خمسة دونك غادي نحاولوا نكتفيو بلا بارتي الاولى في هذا الشيء دونك دي سي 5 مينوت اون فالونسي لا دوزيام بارتي ان شاء الله سي بون جو فو ريميرسي اي على لا دوزيام بارتي ان شاء الله.